شوطنا الخامس وبداية جولتنا الثانية المحليات الأصايل الأبكار تنطلق في هذه اللحظات. نرحب بالجميع جميع متابعينا عبر قناة دبي ريسينج الناقلة لهذه الأحداث ودبي ريسينج الثالثة في منافسات هذا اليوم، حيث نرحب بكل الأخوة الحاضرين والمتابعين والمتشوقين لمتابعة سن الصغار، خاصة مع سن المفاجآت الذي دائما يأتينا بجديدة في كل ومع كل الشعارات. نقترب من المركز الأول وصدارة الشوط، هذه شديدة تتقدم لعبد الله بن هلال بو إبراهيم، هو الآن على المركز الأول وخطوة النجاح تبدأ مع أول الانطلاقات وفي أشواط الصباح. بينما المركز الثاني نسير هناك مع وجود سحابة تحتل المركز الثاني، سحابة خير وسحابة محبة، هذه لسحابة لسلطان بن محمد بن مسور بالقوبع يتواجد على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت انتباه سالم بن حميد بن سعيد الهاشمي، يصل مشاهدين الأعزاء ليقدم لنا انتباه في المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصلت الوارية سلطان بن خلف بن خادم الرميثي، يا مرحبا بكل الشعارات، يا مرحبا بكل القادمين في هذا الميدان، مشاركة شيقة بين اخوانهم في ملاقات التحدي وملاقات المنافسة الشيقة الأصيلة. المركز الخامس ننتقل مشاهدين الأعزاء إلى ضجة تعود الملكية عبيد بن ناصر بوقبي المنصوري هنا في هذا التحدي وهذه المشاركة مع المركز الخامس. أما المركز السادس فتصل من خلاله وصايف سيف بن حمد بن صالح الظاهري، يتقدم إلى المركز السادس في هذه الأثناء أو المركز الخامس. بينما المركز السابع ننتقل مباشرة إلى الوارية وسعيد بن حمد بن قناص العامري ليقتنص فرصة الفوز والانتصار في نشاط هذا الصباح. أما المركز السابع وصلت الآن الشاهينية عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي في المركز السابع، والمركز الثامن وصل شعار آخر ناصر بن راشد بن سالم العمري يقدم جود في المركز الثامن. بينما المركز التاسع هملولة المبارك بن محمد بن دعيفس الشامسي، والمركز العاشر وصلت شفا سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة مشاهدين الأعزاء، حيث يسير هذا الشوط بنشاطه وانطلاقاته واندفاعاته المميزة الجميلة. ها هي المحليات الأصايل تسير مشاهدين الكرام من خلال تناثر هذا الشوط، إلا أن المقدمة، إلا أن البداية، إلا أن حركة التحدي الأولى في المركز الأول ما شاء الله شديدة، تحمل الرقم واحد، تتقدم إلى الرقم واحد وعبد الله بن هلال بو إبراهيم، هناك من يقود شديدة إلى ناموس هذا الشوط، قادمة من ميدان الطيف المشاركة وتأتي هنا على أرضية هذا الميدان. والمركز الأول لا زالت شديدة هي المسيطرة، شديدة هي الآن على قوة وأداء هذا الشوط المتفوق. لكن المركز الثاني سلطان بن خلف بن خادم الرميثي آلي السمحة، أكيد مع وجود اسم آخر ومع وجود الوارية لآلي السمحة لا زالت المركز الثاني. بينما المركز الثالث نشوف الهجمات القادمة، ولكن انتباه سالم بن حميد بن سعيد الهاشمي، إلا أن المركز الرابع واصل بوقبي مع ضجة عبيد بن ناصر بوقبي المنصوري. أما المركز الخامس الهاشمي هناك يتواجد العمري ناصر بن راشد العمري، يأخذ المركز الخامس عند الالتفاف الأخير والاتجاه الصحيح إلى منصة الانطلاق، إلى منصة التحدي، إلى خط النهاية. أما المركز السادس وصلت هملولة مبارك بن محمد بن دعيفس الشامسي، واصل ليحتل المركز الخامس. هذه النتيجة للأسماء القادمة، للأسماء الحاضرة، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، شديدة لكن الوارية بدأت تتوارى عن الأنظار، مشاهدينا الكرام
في هذه المشاركة. هذه الوارية، الوارية الآن غيرت، خذت المركز الأول. الوارية، الوارية، سلطان بن خلف بن خادم الرميثي، لكن حذاري، حذاري من شعار بوقبي، حذاري من ضجة، ضجة ضجة عبيد بن ناصر بوقبي المنصوري الآن على المركز الثاني. المركز الثالث ناصر بن راشد بن سالم العمري يحتل المركز الثالث. هذه الثلاثية، هذه الثلاثية، وبن دعيفس في المركز الرابع، ولكن لا زال بن خادم، لا زال هناك الرميثي. الله يا الوارية، 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 لا زالت متقدمة. سلطان بن خلف بن خادم الرميثي، أهالي السمحة، أهالي السمحة، في اللحظات الأخيرة أشوف بقبية قادم شعار عيناوي، شعار عيناوي، يا سلام، ضجة ضجة ضجة. مشاهدي الأعزاء، انتزعت المركز الأول، سوت ضجة، عملت ضجة عبيد بن ناصر بقبي المنصوري. هذه مشاهدي الأعزاء ضجة 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 هنا في الانطلاق الأخير، في التحدي الأخير، ضجة. والوارية، الوارية وضجة، لكن تحية عيناوية، سلام عيناوي. إلا أهالي السمحة عادوا، عادوا أهالي السمحة، أهالي السمحة. الوارية ضجة ضجة، الوارية، الوارية، ولكن ضجة ضجة اللحظات الأخيرة، ضجة تارينا والناموسة عبيد بن ناصر بقبي المنصوري. المركز الثاني سلطان بن خلف بن خادم الرميثي. المركز الرابع سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. والمركز الرابع مبارك بن دعيفس الشامسي. والمركز الخامس، عموما على كل حال، المركز الخامس هناك شعار بالعود يتدخل مع المركز الخامس في هذه الانطلاقة. محمد بن حمد بالعود العامري، عودة إلى التوقيت الزمني، وضجة. والوارية كانت تحدي بينهم حتى خطة النهاية، إلا أن في النهاية كانت ضجة هي سيدة الموقف وانتزعت المركز الأول، وتعود الملكية مشاهدين الأعزاء العبيد بن ناصر بقبي المنصوري. 7 دقائق و41 ثانية، 4 أجزاء من الثانية أكيد، والثانية لأبو محمد ناصر بقبي المنصوري على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان القدوم هناك من الوارية ب7 دقائق و41 ثانية و4 أجزاء من الثانية، الثانية لسلطان بن خلف بن خادم الرميثي. تهانينا على الفوز والانتصار ومشاركة الوارية في هذه الانطلاقات القوية العملاقة. المركز الثالث كان تحدي ووصول المشاهدين الأعزاء من قبل هنا شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، حيث تواجدت ب7 دقائق 46 ثانية وجزئين من الثانية. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي قدم لنا شفا. مبارك بن دعيفس الشامسي رابعا. وفي المركز الخامس كانت جود ناصر بن راشد بن سالم العمري. كانت هذه النتيجة حبلنا الكريم مشاهدين الأعزاء لشوطنا الماضي، والذي انتهى من خلال وجود هذه الذلول على المركز الأول لبقبي المنصوري. والمايك يعود للزميل والأستاذ سالم بن حضير. شكرا للزميل حمد بن ضبيب الشامسي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، ها هي انطلاقة الشوط السادس والشوط